السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم التاريخ 15/10/1439. يا شباب، أنا دائما قبل ما أسوي أعشاب أو بذور أخلطها لازم أخلي لي كيس كامل واستخدم الخلطة مدة 2 إلى 3 شهور. إذا شفت استفدنا منها على طول أعبيها في هذه العلب وتكون خلطة ولد الشرقية. زين يا شباب، شوف هذه القفشة اللي قلت لكم تستخدم على 20 لتر واحدة، هنتين، حتى ما في مشكلة إذا حطيت 3 ما في مشكلة، 3 ما في مشكلة. زين، ونعبي الماي من الخلطة يا شباب، نعبي الماي من الخلطة. لحظة خليك معي. ونقول بسم الله. شوف عبينا اللي هو السطل البويا، شفتوا هذا ب 20 لتر نعبيه ماي فل، ونقسمه على هذيلي اللي هو المشارب حق الصيصان حق الدجاج. زين، نستخدم هذه الخلطة للوقاية عن جميع الأمراض 3 أيام بالشهر، وإذا كان عندك تعبان أو مريض من 5 أيام إلى 7 أيام يا شباب نعبيها فل. ويفضل نعطش الطيور 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات علشان نطمن ان جميع الصيصان او الدجاج شربت من الخلطة، لان هذه الخلطة مفيدة جدا على الامراض يا شباب، تعطيك وقاية عن جميع الامراض. لماذا نستنى الدجاج تمرض وبعدين نستخدم خلطة ولد الشرقية؟ انا بوريكم الحين الصيصان عندي من ابو يوم طلعتهم من الفقاصة، وبوريكم الان الاعمار ان شاء الله باذن الله تعالى. شوف حبيتها فل. وانا افضل في الصيف نستخدم هذا افضل، لان هذا يكتم حرارة يا شباب، هذه تكتم حرارة، اما هذه جدا مفيدة، هذا جدا مفيد عن الحرارة يا شباب. اوكي خليك معي. ونقول ما شاء الله، هذا بدخل اول حظيرة، هذا اللي استخدمت فيهم خلطة ولد الشرقية تقريبا الان اعمارهم 4 شهور، تقريبا اعمارهم 4 شهور استخدمنا خلطة ولد الشرقية للوقاية عن جميع الامراض، والحمد لله شوفوا فزت عندي الصيصان. وموجود المقطع فيهم في المحاكر يا شباب الفيومي، تقدر ترجع على قناتي في اليوتيوب وتشوف هذه ما شاء الله كانت عندي صيصان فيومي صغار، وهذيلي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. غير هذه الحظيرة بوريكم اياهم الان، هذه صحة الصيصان في تاريخ 15/10/1439، هذه الحظيرة الاولى يا شباب ما شاء الله تبارك الله. شوف صحتها، شوف الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل ربي وثم استخدام خلطة ولد الشرقية. ما شاء الله تبارك الله، لا مرض عيون، لا مرض كحة، لا مرض كحة، ما شاء الله. هذه الدجاج قدامكم يا شباب، هذه الحظيرة الأولى. نروح الحظيرة الثانية ما شاء الله تبارك الله، وهذه الحظيرة الثانية اللي دخلنا فيها الحمد لله رب العالمين خالية من الأمراض، ربي لك الحمد. أنا أستخدم خلطة ولد الشرقية للوقاية عن جميع الأمراض، وتطعيمة اليهون كسل يا شباب، تطعيمة اليهون كسل كل شهر مرة ما شاء الله تبارك الله. هذا اللي كانوا عندي صوص، عندي صوص والله كانوا عندي صوص يا شباب، وانتم تشوفون في المحاكر شوفوا كيف فزوا الحمد لله رب العالمين. وبوريكم الحظيرة الثالثة اللي صاروا دجاج وقام يبيضوا ان شاء الله. اوكي، هذه الحظيرة الثانية. طبعا انا عندي كذا حظاير من اعمار مختلفة انقلهم. اوكي نروح الحظيرة الثالثة يا شباب، ما شاء الله هذه الحظيرة الثالثة اللي الان اعمارهم 8 شهور الدياكة والدجاج، والحمد لله قاموا يبيضوا ربي لك الحمد. وهم الحمد لله الطيور عندي فيهم بيض، بس اكبر غلطة غلطتها يا شباب حطيت الطيور مع الدجاج، فالبصايص اذا فرخت الطيور وطبت البصايص في الارض الدجاج ياكل اللي هو الصيصان، ياكل الحمام. هذه الان الحمد لله رب العالمين، شوفوا هاك الاعمار، شوفوا زينهم. هذه ثالث حظيرة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
الحمد لله كله بيض، كله بيض ما شاء الله تبارك الله. هذا العراقي ما شاء الله، ايش ده ما شاء الله، كله انتاج، ربي لك الحمد. خلطة ولد الشرقية رقم 2 لتنشيط المبايض، ربي لك الحمد. ما شاء الله كل الطيور راجنا. احنا حين في شهر 10، في 15/10 صيف يا شباب، معنا في الشرقية في الأحساء صيف ما شاء الله تبارك الله. نشوف هنا ويش ما شاء الله، كل الحمام تحت بيض، وهذه صحة الحمام تب ولله الحمد، الحمد لله، لا كانكر لا مرض عيون. هذه الدجاج اللي الحين اعمارها 8 شهور قامت تبيض هنا ما شاء الله، هذه الهندي ما شاء الله تبارك الله. وهذه كانت عندي دجاجة واحدة راجنة على البيض، هذه الصيصان حقها ما شاء الله. وريتكم صحة الطيور الحمد لله رب العالمين، والإنتاج حقهم بعد الله. ثم استخدمنا خلطة ولد الشرقية رقم 1 للوقاية عن جميع الأمراض. هذه الطيور والحمام تب. زي ما علمتكم أكبر غلط غلطته يا شباب إني حطيت الدجاج مع الطيور، فالبصايص إذا طاحت الحمام الزقليل تاكلها الدجاج علي. وهناك شوف عندي دجاج ما شاء الله راجل، شوف هذه راجل هناك ما شاء الله. بوريكم الآن، الآن بطرح إلى الحظيرة الثانية، بوريكم أمهاتهم هذيلي، هذيلي البيض اللي عندي كل أنا مشتري من برا، أمهاتهم هذيلي بوريكم إياهم الآن. نقول بسم الله. هذه تقريبا هذه ثالث حظيرة أوريكم. زين يا شباب، هذيلي كل أبوهم كانوا عندي صوص، والحمد لله رب العالمين أنتجت منهم. وحين هذيلي العيال، الحين بوريكم الأمهات. هذه حظيرة الأمهات، نقول بسم الله. هذه حظيرة الأمهات يا شباب، هذه حظيرة الأمهات اللي كانوا مساعة وريتكم كل أبوهم هذيلي تقريبا الحين أعمارهم 3 سنين اللي سنتين. أوكي، هذيلي كل أبوهم كانوا عندي صوصان، والحمد لله غير اللي بعت الحمد لله رب العالمين. هذه صحتهم تب ولله الحمد في شهر 10 في عز الصيف يا شباب ما شاء الله تبارك الله. تقريبا هذيل حول 200 دجاجة، يعني في اليوم نشيل لنا إذا البيضة متوفر 200 بيضة 150 بيضة الحمد لله رب العالمين، ونحطها في الفقاصة. هذه الدجاجة اللي عندي الأمهات اللي أعمارهم 3 سنوات، هذا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، مع تحيات ولد الشرقية، مرحبا مليون مرحبا. عرفت يا شباب، هذيل يبيضوا اشيل بيضهم احطهم في الفقاصة، واللي وريتكم مساعة الحظرتين هذه انتاج منهم يا شباب. اوكي ما شاء الله، زي ما علمتكم احنا في شهر 10 في 15/10 عام 1439 يا شباب، استخدموا خلطة ولد الشرقية للوقاية عن جميع الأمراض، تقنيك عن أشياء كثيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم أرفع هذا المقطع في اليوتيوب بإذن الله تعالى. مرحبا 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 مرحبا.